بالنسبة للمباراة فالكل كان كينتظر لا الجمهور ولا اللاعبين ولا المسؤولين كان كينتظر مقابلة غتكون قوية خصوصا فريق الوداد البيضاوي اللي منتعش بعدة انتصارات متتالية حنا هزيمتين كان علينا نصحوا بعض الأوراق ديالنا خصوصا بس لعب مع فريق يعني بحجم الوداد باللاعب اللي عنده فحنا استعدنا بما فيه الكفاية كانت المباراة يعني قوية كنا نقدروا نفوزوا بالمباراة لأن جاونا دي زوكازيون اللي كنا ننهيو فيها المباراة اللاعبين الحمد لله اللي قدرنا نخرجهم من ديك الضغط اللي كان عليهم هذا الأسبوع هذا عملوا مباراة في المستوى اللي من هذا المنبر هذا كنحييهم وكنشد بيدهم وكنقول لهم بأن الحمد لله كنتوا رجال كنتوا أقوى من فريق الوداد البيضاوي ما بقنا إلا خطوتين إن شاء الله رب العالمين المباراة في الحقيقة كنا كنستهلوا الفوز ولكن حتى نقطة في الصالح ديالنا لأن احنا حتى من الداخل ديالنا يعني نقطة كانت إيجابية بالنسبة لنا الحمد لله على كل حال ونتمنى إن شاء الله رب العالمين أن نلعبوا المقابلات الجايين بنفس الأسلوب بنفس الطريقة بنفس القتالية إن شاء الله رب العالمين.